السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجدد في قناة لمسات جميلة. لأول مرة يشوف هذا الفيديو هذا ما ينساش لايك، بطبيعة الحال اشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والجديد، وما تنسوناش بتعليقكم الزوينة اللي كتفرح وكتخلينا دائما الجديد والجديد نتقاسموه معكم. واليوم ان شاء الله فيديو جديد كما قلت لكم، غنشارك معكم طريقة تحضير املو كما كتشوفوا معايا، كمية وفيرة جدا وصحي ومئة بالمئة بزيت أرغان واللوز، يعني أملو على حقه وطريقه. طبيعة الحال يعني غادي تقولوا لي مكلف وزيت أرغان غالي، ولكن ناكلو شي حاجة طبيعية وبيو ونصوبها بإيدينا، وتبعوا معايا المراحل وغنوريكم كيفاش تصوبوه من أول مرحلة، كيفاش نحمروا اللوز، كيفاش ما تخلوش يتحرق ليكم، وكيفاش تصاوبوه. بطبيعة الحال هنا كتشوفوا معايا يعني الناس القدام ديالنا الآلة ديالهم باش كيطحنوا لينا باش كيصاوبوا املو، يعني الرحة لي وهذا الرحة طبيعية، يعني حجرة يعني من الطبيعة كيطحنوا بها املو وكيصابوه، وكيبقاو يديروا شويه ديال اللوز وكيزيدوا عليه شويه ديال الاركان، وهما كيطحنوا شويه بشويه. كما كتشوفوا معايا الاله قديمه وكتخلي لنا الاملو ديالنا زوين وكيبقى مده طويله، عكس دابا ولاو بعض الالات عصريه دخلت شويه العصرنه على هاد الاله ديال الرحه، ولاو كيستعملوها بالكهرباء داروا لها تحسينات يعني ولاو كي، ولكن كنفضل انا الاله القديمه، يعني اللي كدور باليد وخا كتكون شي شويه صعيبه، ولكن ملي كتكون واحد النتيجه كما كتشوفوا معايا يعني ولو كفي شويه ديال التماره وكتكون نتيجه، يعني الانسان كيفرح وكي يعرف راسو انه دار واحد الحاجه بواحد الجهد وبواحد، يعني دابا ولا كلشي العصرنه دخلت على الالات ديالنا، يعني حتى الطرحه حتى هي دخلوا عليها العصرنه، ولاو كيستعملوها بالكهرباء ولاو كيخدموها بالضو، نظرا اللي قلت اليد العامله. بطبيعه الحال املو ما ساهلش، يعني اللوز كيفاش كيتنقى اللوز، كيفاش يتقلى، كيفاش كيتطحن، كيفاش يعني حتى حاجه ما سهله. وبطبيعه الحال هنايا العصرنه ديال الرحه ديالنا كتشوفوا كيفاش ولات، يعني زادوا عليها هاد التحسينات ولاو كيخدموها النساء غير بالكهرباء، ما بقاش واحد المجهود، ما بقاش واحد العناء، يعني سهلوا عليهم شويه المأموريه. وبطبيعه الحال هاد الصور هادو وريتهم لكم باش تشوفوا كيف كانت الرحه من قبل وكيفاش ولات. كما كتشوفوا معايا هنا العصرنه اللي دخلوا عليها وهذا، ولو كيخدموها بالضو. وكنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا معايا فيه، وتصاوبوا املو ديالكم في الدار بيو طبيعي 100%، وتعرفوا شنو كلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة لمسات جميلة، فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم وألف مرحبا، ولأول مرة يشوف هذا الفيديو هذا ما تنساوش جيم اشتراك ثم الضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد بإذن الله وحفظه. واليوم ان شاء الله فيديو جديد مغاير تماما غير الفيديوهات اللي كنتشاركو معكم. اليوم ان شاء الله غادي نصوب معكم املو على حقه وطريقه، مغاير تماما للأملو المزيف كما كنقولوا. ولينا كنشوفوا مؤخرا املو بماروخه، املو بزيت العود، زيت نباتيه، ولكن املو صحي وطبيعي اللي هو باللوز كما كتشوفوا معايا وبزيت أرغان، املو طبيعي طبيعي. هنا واحد الشونطيه درتو لكم قبل ما نهضر لكم على اللوز، تكون عندكم مولينكس كطحن مزيان وتكون زوينه. طبيعة الحال كنطحنوه من بعد ما حمرناه، هانتوما كتشوفوا معايا عندي كل واحد على القياس ديالو، عندي هنا واحد 3 كيلو ديال اللوز كما كتشوفوا معايا، هانتوما محمرة على عافية مهيلة 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 يا البنات، يعني نقصت عليها الفران غير من التحت، ما شعلتش الفران من الفوق وخليتها مهيلة تحمرات باش تدخلوا العافية، يعني تدخلوا الصهد من الداخل. هانتوما ملي كيدخلوا ملي كيدخل ليه الصدمه ديال كما كتشوفوا كيتفرقع بوحديتو،
كيدار تقلوز باش كيتحمر من الداخل وكيعطيكم هذه النتيجه وما كيتحرقش ليكم. الا مشات تتحرق ليكم كيجيكم مر. هانتوما تكون مولينيكس كما قلت لكم مزيانه تحنوه مزيان فيها. هانتوما كديروا ليه هكا كيولي معجن معجن، ماشي مفرشاش ولا مهرواش ولا لا، خصو يكون معجن بحال هكا. وكتعاودوا مازال غادي تشوفوا معايا المرحله. غادي نطحنوا دابا كلشي كما غتشوفوا معايا. هانتوما ملي كيتحمر من الداخل كيعطيكم هذا اللون، هو ما كيكونش محروق كما كتشوفوا معايا. هانتوما وملي غنعاود نطحنوا بزيت اركان غادي تشوفوا معايا غندورو في الكاس الكبير ديال المولينيكس بطبيعه الحال باش يتخلط ليا مزيان. هاد المرحله هذه كل طحنه غادي ندير فيها تقريبا، غادي نطحنوا هكا كسك بلا سنيده بلا والو، ولكن في الطحنه مع زيت اركان غندير العسل هو اللي غادي ندير. انا ما كنديرش سنيده، يعني املو 100% 100% بيو. يلا خليكم معايا.
تبقى مستمره بالطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. هانتوما راه كنوريكم كيفاش كيولي حتى كتخرج الزيت ديالو كتخرج تشوفوا معايا. درت الزيت ديال الاركان ودرت عند هذا العسل، هذا هو اللي كندير ديال الاندلس، زوينه البنات هذا العسل. درت منه 3 د المعالق، كل طحنه كندير فيها 2 معالق ولا 3 على حسب. وكنديروا اللوز ديالنا هكا. دابا هذا الكاس ديال المغرس كبير، كندير هكا كما كتشوفوا معايا وكنطحن واحد 8 د المعالق ديال اللوز وكنطحن. وملي ان شاء الله غادي نكملوا كلشي بالطحين، هانتوما معايا باذن الله غادي تشوفوا النتيجه النهائيه رائعه. هانتوما نوريكم، ها هي الطحنه الاولى ما شاء الله كي خرجت ليا ارغان 100% طبيعي. يلا البنات نكمل دابا الطحين ديال الاملو ديالي وهانتوما معايا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما بقات ليا واحد الطحنه الاخيره كما كتشوفوا معايا، ها هي غادي نطحنها هي قدامكم. ها نتوما خرجت ليا هاد المول هاد الجيره هادي ما شاء الله، واحد الكميه كثيره ما شاء الله، ولكن واخا مدخلينو من قدر ولكن كميه زوينه وكنعرفو شنو كلينا. وهادي تقريبا راه الربع ديالها، ها هي مازال ما عمرتش. غادي نعطيكم العبار بالتدقيق شنو دابا دخل ليا، يعني هادي اخر طحنه. القرعه الزاج ديال العسل الاندلس اللي وريتكم هذيك فيها كيلو، القرعه فيها كيلو، احتاجيت كيلو ونص بالضبط، يعني قرعه ونص ديال الدجاج لحت القرعه كامله ونص ديال قرعه وحده اخرى، وجوج اطرو ديال الارغان، و3 كيلو ديال اللوز باش تخرج لكم الكميه. وكتخرج لكم ديك ديك الخطوريه في القياس، يعني القياس ديال الاملو، يعني ما خاطرش بزاف وما خفيفاش ما مزيتاش بزاف. هانتوما صافي سيتو، غير تطحن معاه العسل وزيت اركان وزيت خلطو، دونك اللوز راه مطحون. وهانتوما اللي كتشوفوا معايا نوريكم الخطوريه كيفاش كتكون بحال هكا. هانتوما كتشوفوا معايا الخطوريه كيف دايره، يعني ما جاريش وما خاطرش بزاف بزاف، كنقطرو مزيان الكاس ديالنا. طبعا الحال اركان واخا شي شويه غالي، ولكن نصاوبوا شي حاجه على ايدينا في الدار كما كتشوفوا معايا، يعني 3 كيلو ديال اللوز هما هادو، جوج اطرو ديال الاركان، وكيلو ونص ديال العسل طبيعه الحال. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش الاعجاب، ما تنساوش تعليقكم الزوينه اللي ديما كتفرح. والى الملتقى مع فيديو قادم باذن الله.